رعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين الرئيسة الفخرية لجمعية هواة جمع الطوابع والعملات الأردنية حفل افتتاح المعرض الدولي الرابع الذي نظمته الجمعية في الجاليري التابع لأمانة عمان الكبرى. واشتمل المعرض الذي استمر 3 أيام على عرض صور لمسيرة الهاشميين من خلال الطوابع البريدية وإشهار كتاب مسيرة الملوك الهاشميين لرئيس الجمعية جليل طنوس. وأكدت الأميرة عالية أن الطوابع تمثل إرثاً تاريخياً يسجل التطور التاريخي السياسي والاقتصادي والثقافي للمملكة وجزءاً هاماً من الأرشيف والتوثيق التاريخي والحضاري الأردني. معرض عمان الدولي الرابع للعملات والطوابع هو معرض أصلاً عرس وطني بهذا العام بمناسبة بداية المئوية الدولة الثانية، وطبعا كان في إشهار كتاب اسمه مسيرة الملوك الهاشميين الذي حمل المعرض اسم الكتاب ومذكور في جميع الطوابع التي صدرت لجميع الملوك الهاشميين. ومشاركين عندنا هذا العام ما يقارب 16 دولة عربية وأجنبية، حضور كبير كان كل سنة قاعد بتزايد، واحنا قاعدين بنزيد الهوايه من وتواجد عندنا من جميع التجار والهواة من اختصاصات الطوابع والعملات، وتحمل معظمها ايضا صور الملوك الهاشميين وخاصه المملكه العراقيه. فتحت سمو الاميره عاليه المعظمه هذا المعرض، وهي دائما باستمرار تقوم برعايه هذا المعرض منذ ان قمنا بعمل المعرض الأول، وهي الرئيسة الفخرية لجمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية. المشاركين بهذا المعرض إجمالا كل الدول العربية وكل من له بعض المنظمات الأجنبية التي لها علاقة فيما يتعلق بالطوابع وتقييم الطوابع والعملات والمسكوكات. عمري هلأ 80 سنة، إلي أكثر من 70 سنة بهتم بالطوابع، وعندي طوابع العالم العربي كله. الأردن طبعا نمبر 1 بالنسبة لي، لأنه عندي مجموعة الأردن كاملة من أول طابع لآخر طابع طلع هالأيام هاي.